السلام عليكم جماعة، صحة رمضانكم. جيسبر كو راكم غاية، جيسبر كو العائلة تاعكم راهي غاية. على بالي صافي فريمون فريمون بزاف وقت ما تشوفناش، ولكن اليوم جيت نقول لكم باللي في رمضان ابتداء من اليوم راه نخرج فيديو واحدة يوميا على الأقل على اليوتيوب، وفيديو واحدة يوميا على الأقل على الانستغرام. وبالتالي 60 فيديو في شهر رمضان على الأقل. وعندهم قاعد الفيديوهات عندهم هدف واحد، انه في نهايه رمضان ان شاء الله، يعني في يوم العيد المبارك، يكون عندكم كاع الافكار كاع الاجوبه على الاسئله تاعكم حول الهجره الى كندا بمعطيات 2023. سنه سعيده. فبالتالي الناس اللي عندهم لي كيستيون، اللي عندهم اي حاجه راهم باغيين نهضر عليها، اللي عندهم برنامج راهم باغيين نبحث عليه ونهضر لكم عليه في قناتي على اليوتيوب، ولا اللي عندهم اي فكره على فيديو باغيين نديرها على قناتي على اليوتيوب ولا على كونت انستغرام تاعي. كونت انستغرام تاعي على بالي بزاف الناس مسخصوني عليه، سموه جواد تي في بكل بساطه، فيه واقيلا 104,000 متابع. فبالتالي هذاك هو، باسكو كاين بزاف، هذاك هو. و نقول لكم من هذا المنبر صحه رمضانكم، صحه فطوركم اليوم. ما تنساوش تخلوا لنا في لي كومونتير السؤال تاعكم ولا الاقتراح تاعكم ولا المبتغى تاعكم ولا اي حاجه من هاك. ونعاود نقول لكم صحه رمضانكم، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في فيديو احسن من هذا. باي.